نزلي يلا انا نزلي معك يلا 1 2 3 هاي لا عيني شرطي بدك تعمل هاي؟ ايه يلا 1 2 3 هاي ما هيك على اساس هيك هيك يلا 1 2 3 هاي انا طلع لهوني عيدي هاي انا إلينا وانا لينا ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل واليوم بدنا نعمل تشالنج ميك اب هي اسمها هاند فري تشالنج بدل ما انا احط لحالي ميك اب لينا حتحط لي من ايديا فاذا بتحبوا تحضروا بليز خليكم معنا وكتير حتنبسطوا نعرف ايش نحن بس تنخبركم شغلة هلأ الساعة 2:30 بالليل Let's start يلا أوكي بدي مغايطة لا بدك تعملي هيك بالمغايطة كل شي بدك تعملي هيك بالطريقة يلا تفضلي This thing You have to hydrate your skin up هلا غسلتي ايدك انت اصلا؟ ما غسلتي انا بعد الاكل ما غسلتي لا والله غسلتها مساج ليكي هيك ولا من ساعة ما خلص لا لا بدك تحطي بلا ما تشوفي وانا كيف بدي اشوف وين عينك يعني مثلا احاسيس احساس جديد ايوه هيدا هو هيدا هو منخري بشرفي هون 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 يا ماما يا بابا يا ماما يا ماما يا بابا يا ماما بيجي علينا بفلس الماما وليد هلأ يا عم تعمل والله عم نعمل ميك اب ميك اب سهرة اوكي هلا نبلش بالفونديشن فونديشن 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 لقيت الطبطبة ولو ما انتش باي كيف عارف انا عم بعمل شو عم بعمل الك انت عم تعمل وجهك لا انا لازم حكحك وينك سيركلر موشن يا جماعة سيركلر موشن بحط المطرح اللي انا بدي اياه ولا ايه بنلاقي الحواجب بدنا بس بس بدك تعمل شيء بدها تمشطه مستحق ايديك شو صار لك اكثر شيء بدك تعملي هيك ما نزلي راسك بس شوي انا عارف حالي وين عم مشت ان شاء الله يصلح لي اكيد 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 انا بروفيشنال انا بروفيشنال بروفيشنال انا بروفيشنال لا ووتر بروف كمان لا بلا ووتر بروف جربك طيب تتتتن عادي ايه اللمسة السحرية اللي بتطلع بالايلاينر تفضلي يا ماما يلا يا ماما يا ماما يلا تفضلي لا ما تطلعي امري كيكي بالاخر
لك هلا بدك تفتحي عينك، انت بدك تقربي اوكي، بخاف صوت بعينك. يا بدي لي اشوان ايوه ماشي حال. يلا الحمرا عم بتطعميني كمان اتفضل نقدر نطعم طعمي حمرا. طب ليك شو رايك تجيبي انت؟ خلص جبتيه. يا الله مع البره هالشي يا الله. لا خلصت منك لانك ميك اب ارتست. قولي لانك ميك اب ارتست. طيب انا كنت اعرف وين وينش في فيك. ممكن هتوقعلي الكاميرا هزه ارضيه هزه ارضيه هوب تعطيني جبلات يا اوكي. وهلا ضربة طلع هيدي بامبكن هي بنت عمرها 3 اشهر وصغيره كثير تمام بتحب الميك اب ران ليكي بس احلى شيء العبره واصلة هون نقبل جبنا على بتمم على مصاري بوتوكس فرجينا اليوم قلبي شو وجهي شو بدكم شفافي من خالي برونزر غمتي عينك بليز عملنا هيدي البوز او لا لا او لا لا بليز جايز اكتبوا لنا على الكومنت شو رايكم بالميك اب تبع لينا دورمي تايم فور ريمانج هلا يا جم يا جماعة الخير سوري بعدنا فايقين من النوم فايقين لسا منا نايمين لسا بعدنا ما منا يعني عويتيني اياه تقطع تمي بس ما مستحتيني اياها ما حكيت لها لانه انا حابه اعمل ناتشرال لوك اكثر عرفتوا ناتشرال لوك اخ ناتشرال لوك على الساعه 3 بالليل هلا بنشوف اخر فيديو شو هو الناتشرال لوك تبعكي هي انا اللي حطيت لك فاونديشن وما حطيت كونسيلر يلا ماشي حال ناتشرال لوك هذا هلا بدنا كونسيلر يا عم طلعي ما عم طلع كده منيح غطيت لي حبة من حبوبك منيح حسيت فيها بدك اعمل لك هايلايت كمان هيك تفضل كمان هايلايت بدك اعمل لك كونتور لمن خارك كمان حسيت انه خط منه مستقيم رؤي مستقيم ايه طبيب لكن احنا شو هايجينيك يا جماعه السوشيال ديستانسينج نفس البلندر نفس الايدين عادي عادي ولا انت طب طب شو لك حبوب ولا يا ريت في مكنه عجبتها تعمل هيك ريكي مكنه بتعمل هيك اوكي اوكي يلا راحت الميبلين شارة تبعيتي راحت شغل موسيقى حزينة لا تثق بأحد فالبحر مالح والناس مصالح ايش بدي اقول لك سيركلر 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 طيب لك خلصنا منه هلا بدنا نبلش بالنصاني طب بس سؤال ليش عم تستعمل نفس البرش على كل الاي شادوز؟ هيك برش ما تورجيني اسراري انا بستعمل برش وحده لكل شيء
قلت له سبوت ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما هلا بنحط لك شو شو لو سبوت ما طلعنا امتى اخر مره صور يلا المهم ان انا اعمل لك اي لاينر ايش كم بدك تقولي لي ايه شو تعلمت يوم تحكيها شو تعلمت بير اكي اتش دورت باش هي هلا الحواجب ما بعرف كيف بيعملوا يوتيوب مثل عالم الخلق الا ما يطفي شيء الا ما يطفي ليك لوني اللي جبيني كله شو رايك Wow. My you can idea. Really dance. اللمسة السحرية عبد. لا لا وين كل شيء إلا ما إلا حوي شوي. إيه حي 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 حي. ويش بشوير بي. هل اكتفيت الكاميرا؟ هل اكتفيت؟ لا لا أنا عملت من جديد. يا جماعة الخير طلعوا طلعوا على الماستر بيس اللي أنا عملتها الآن شوف 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 أنا مفكرة حالي عاملة شي منيح هلا فاشن ديزاين هلا أوه أوه واو واو يي ليكو هالأيلاينر ليك يا الله عين الحسودة يا إيدا يلا عادي أول شي أنا بدي أطلع عبكر على الكاميرا ما مبين هالقد اضابين لينا شوي انتو شفتوا شفافي بس تخبركم شفتوا شفافي بس شفتوا الايلاينر بس عن جد احلى شيء احلى شيء الايلاينر عجبك ايه بس كله متناسق مع بعض بتحسي حالك طلع طلع يا شحاري ولا اي موينه انت شو بك عم تعمل فكرت حالي لمسة سحرية عم تعمل مسك مسك انا محتاجه عم تعملي هيك 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 اي ثين الحاجه بس لو انت ولا بليز اكتبوا لنا بالكومنتس مين ربح بهالتشالنج مين حسيتوا ظابط اللوك تبعه اكثر وهيك هو از ذا وينر هو از ذا وينر تكتبوا لنا تحت بالكومنتات بليز وإذا بتحبوا إسا تشوفوا لينا معي بالفيديوز بليز قولوا لنا وكل شيء كل شيء كل شيء حابين تكتبوه بالكومنتس قولوا لنا بليز كمان وشو بتحبي تقولي لنا Don't forget to like, subscribe وشير this video وإن شاء الله تكونوا انبسطتوا كتير معنا وإذا كتير حبيتوا إنه نحنا رفقتنا هيك عم نصور كتير أشياء مع بعض دايما قولنا على الكومنتس Thank you for watching Thank you شكرا انبسطتوا